السلام عليكم. اسمعني بحراني، في الدقائق الجاية راح أشارككم تجربتي في البحث عن شغفي. مثل ما قال الدكتور لازم تروح تبحث عنه والدورة وين شغفك. بديت شغفي أو بديت أول هواية لي لمن كنت صغير عمري 7 سنوات، وكانت هوايتي هي تجميع ملصقات سنتوب. هاي كانت أول هواية لي. أي سنتوب يدخل العائلة سيقع بين قبضي يديتي صغيرتين. ثم تلقيت أشياء كثيرة، بديت فيها إلى تجميع العملات، العملات أجنبية، عملات عربية، ورقية، معدنية، كنت أجمع العملات بشكل مهول جدا. ثم انتقلت إلى كتابة القصة القصيرة، أصبحت أؤلف القصص القصيرة والروايات وأشارك في المسابقات. وقت المراهقة يعني تدرون الحب والغرام وكذا، فبديت بالشعر وكتابة الخواطر النثرية. ثم انتقلت إلى كرة السلة، وصرت ألعب كرة السلة بشكل مهول جدا في المدرسة وخارج المدرسة وفي البيت، وكنت أسوي دوري حواري كرة سلة. في ثالث ثانوي، وهنا كانت نقطة الانتقال عندي، فإن الآن لما أتخرج من الثانوي في السعودية هنا، ما هو من المتوقع أن الواحد يتوظف كلاعب كرة سلة أو كمجمع عملات أو ملصقات سنتوب. فقررت في ثالث ثانوي أني أكون مهندس، وفعلا كنت أركز على الرياضيات والفيزياء إلى أن حبيتهم وتخرجت من الثانوي، والحمد لله قبلت في هذه الجامعة الرائعة. وسنة تحضيرية لوريا يعني كنت أبحث عن ذاتي أيضا، ولكن كنت أعلم أني أبي هندسة اللي هو الإنجينير، فكنت أشد على المواد التي تتطلب أني أدخل هندسة أصير ربي. أوكي. فالسنة الثالثة جامعة مالت ميولي عن الهندسة إلى نادي المسرح، فدخلت نادي المسرح كمؤلف مسرحيات، وأيضا اكتشفت الجانب التمثيلي، فصرت أمثل في مسرحيات كوميدية ومسرحيات جادة ومسرحيات تجريدية، سواء كانت منطقة الشرقية أو خارج منطقة الشرقية. إلى أن في يوم من الأيام شفت مجموعة من الأصدقاء يرسمون وكذا، فقلت ما هم أحسن مني، فخليني أرسم. فصرت أرسم بالوان الكريليك وبالرصاص وعلى الجدران وما إلى ذلك. ظليت سنة كذا، لكن لم أرى نفسي رساما، لكني جربت هذا الشيء. تعرفت على العمل التطوعي في الجامعة، وشاركت في أول مهرجان للعمل التطوعي مع دكتور سالم الديني. وأيضا تلت الكثير من الفعاليات التطوعية خارج الجامعة، وحتى في محيط العائلة وما إلى ذلك. وحتى تم اختياري في عام 2010 إلى أن أكون في أول عضو في مجلس التطوع الذي ضم كثير من الشخصيات الشبابية فيه. في سنة من السنوات، مع كل هذا اللي صار، مع كل هالأشياء اللي جربتها وحاولت أني أبدع فيها وأن تكون من هواياتي وأني أجرب هل أنا شغوف هنا أو لا، التقيت مرة بمهند أبودية، والدكتور أعطى لمحة عنه. مهند كانت عنده فكرة أن احنا نسوي عروض علمية للأطفال بطريقة كوميدية، فاستشارني بحكم أن أنا كنت في نادي المسرح في ذاك الوقت، فألفنا مع مجموعة من الشباب، ألفنا نص مسرحي كوميدي وفيه مجموعة من التجارب العلمية في الفيزياء والكيمياء والرياضيات. وفعلا تم التنسيق وقدمنا أول مسرحية واقعية في أحد المولات في الخبر، وكانت مسرحية كوميدية هزلية وأيضا علمية للأطفال الموجودين هناك، لاقت رواجا كثيرا. لكن بعد هذه الحادثة، بعد هذه التجربة، صارت الحادثة لمهند أبودية وصار في غيبوبة لمدة شهور، لكن الفكرة إلى الآن في بالي. وهذه الفكرة جمعت عندي أكثر من شغف أو هواية عندي، اللي هو المسرح، الكتابة، التأليف، العلوم، الهندسة وما إلى ذلك. ومن ذاك الوقت اكتشفت أن شغفي هو تمكين الشباب الناشئة، سواء أطفال أو شباب، لأنهم يكونون عندهم مهارات حياة أفضل وإلى علم أفضل عن طريق الأشياء الكوميدية أو عن طريق ألعاب ترفيهية وما إلى ذلك. وكنت أتساءل هل أقدر أني أسوي هالشيء أو لا، لأنه ما مرة دخلته أو مرة واحدة دخلته، ما كنت متعمق فيه كثيرا. وهنا في مقولة لفورد، صاحب شركة فورد للسيارات المشهورة، يقول سواء كنت تفكر أنك تستطيع أو لا تستطيع فأنت على حق. إذا قلت والله أقدر وبسوي هالشيء، فراح تخطط له وراح تنجزه إن شاء الله وراح تقدر تسوي. إذا قلت ما أقدر وهذا صعب وكذا وخلني على التورنت وخلني على اليوتيوب وكذا، بنتظر على
على اليوتيوب والهذا ولا راح تنجز. فسواء كنت تفكر أنك تستطيع أو لا تستطيع فأنت على حق. وهنا كنت أبحث أبحث إلى أن التقيت بأحد أصدقائي اسمه سامي آل عبد ربه، وهو بعد خريج من هذه الجامعة. سامي كان عنده مع سايتك مركز الأمير سلطان للعلوم التقنية، كان عنده عدة محاولات، عدة عروض علمية، أنه يعني يجيب أغراض وكذا ويسوي عروض علمية للأطفال. فهنا التقينا مع بعض وهنا تعاوننا على أن احنا ننشئ مشروعنا الصغير اللي سميناه علوم مقرمشة كريسبي ساينس أو علوم مقرمشة أو كريسبي ساينس. كان مشروعنا الناشئ وإحنا آخر سنة جامعة، آخر سنة قبل أن نتخرج أنشأناه. وبدينا في اثنين أنا وسامي، وقدمنا على حاضنة الأعمال في سايتك نحن تبع الجامعة وإحنا أبناء الجامعة، واحتضنونا مشكورين وأعطونا المقر وكذا، وبدينا بالأوراق الرسمية إلى أنشأناها إلى مؤسسة. وكنا نعتمد على خبرتنا في التواصل العلمي والقنوات العمل الاجتماعية عشان نسوق لأنفسنا، وكنا نعمل عمل بالنظام العمل الجزئي. تخرجت في 2010 كمهندس، الباش مهندس وما إلى ذلك، وتوظفت في شركة كورية تبع تصاميم تصمم بلانت. وفي نفس الوقت أيضا كنا نسوي الفعاليات العلوم المقرمشة as a part time، عمل جزئي في المساء. وقدمنا الكثير من الأشياء التطوعية والغير تطوعية، ودمجنا ما بين الشغف والعمل. فدمجنا ما بين المسرح، فصرنا نألف مسرحيات ونسوي كاستمز وما إلى ذلك، والساحر المقرمش وما إلى ذلك، لتقديم هذه المسرحيات بطريقة أسلوب مقرمش وبسيط وسهل للأطفال. وكان في تفاعل كبير جدا. في نهاية 2011 تم تنفيذ 10 مشاريع، توظيف فريق عمل دائم 3 أشخاص، وقرار سامي للسفر إلى أمريكا. كان يبي يكمل الماستر، فقال يا شباب أنا أذنكم أنا بكمل الماستر. فهنا واحد من المؤسسين خرج، عندنا فريق طبعا، وأنا كنت أعمل عمل جزئي. فهنا جاء قرار الاستقالة من شركتي الكورية كمهندس وراتب دائم ولذلك، إلى أن أكون رائد أعمال وأمسك شركتي أو مؤسستي أو المشروع اللي إحنا بديناه قبل ما نتخرج. وكنت لازم أتعامل مع الخوف من المجهول، لأن هل بتكون عندنا مشاريع أو ما بتكون عندنا مشاريع، هل بينزل لنا راتب أو ما بينزل لنا راتب، عدم استقرار الوظيفي، شركة ناشئة مو مثل شركات كبيرة وعندها عقودة على مستوى البلد، وأيضا تكاليف الحياة والعائلة. كنت توني متزوج فاتح بيت، وفجأة قلت للعائلة أنا ذنكم ترى بطلع من الوظيفة أنا بصير موظف روحي، أنا الرئيس وأنا الكل بالكل. وهنا لازم نتعامل أيضا مع نظرة المجتمع للعاطل. وراح تسمعون إذا أنتم تبحثون عن شغفكم مهما كان هذا الشغف، راح تسمعون أي أنت المجنون المعارف مصلحة روحك، خليك في مكانك أحسن لك، مكانك اللي أنت ما تدري أصلا وينه أو اللي كنت أنت فيه، ولكن أنت مو مقتنع أنه هذا شغفك وهذا الشيء اللي أنت تحبه. وفعلا كانت هذه الخطوة خطوة مجنونة ببعض الأصدقاء اللي حواليها، وكانت من الناس اللي في العائلة عندي. ستيف جوبز يقول كن على قدر عالي من الجودة. بعض الناس غير معتادين أنهم يشتغلون في بيئة الإكسلنت أو التفوق فيها متوقعا، دائما يبونك أفرج مثل كورساتنا هنا في الجامعة، ما نبي ستاندرد، بي أفرج. الناس يبونك أفرج، والشخص اللي وياك سواء كان مع أصدقائك، طبعا الناس المحبطين أنا أتكلم، مو الناس اللي يشجعونك كذا، الناس المحبطين اللي وياك في العائلة أو جيرانك أو كذا، ما يتوقع أن في تطور أو تفوق يصير، فذلك يحبطك يبيك وياه عشان لا يحس أنه هو غريب أو أنه هو أقل من المستوى نفسه. في عام 2012 كانت هذه السنة اللي اشتغلت فيها عمل كامل ودائم في علوم مقرمشة، هذا المشروع الناشئ. وهذه السنة كانت من أصعب وأجمل السنوات في حياتي. هذه السنة أعطتني خبرة 3 سنوات لو كنت أنا موظف في الشركة الكورية. وهنا مع الكثير من العمل، مع كثير من المشاريع والتواصل مع الناس وتحدي أنفسنا في مشاريع ما كنا أصلاً نتوقع أن احنا نسويها، بعض الأحيان تكون rewarding، تجي مكافآت وتجي بطابع جيد وممتاز، بعض الأحيان نفشل، بعض الأحيان ما يصير شيء اللي احنا نتوقعه أو نسعى له. وفي نهاية عام 2012 الحمد لله وصلنا إلى أكثر من 100,000 زائر لأنشطة علوم مقرمشة في السعودية.
وكثير من الشركات أو كثير من الأطراف اللي كانوا غير مؤمنين فينا في البداية صاروا يؤمنون فينا بعدين على مدى هذه السنتين اللي اشتغلنا فيها. إيش تعلمت من علوم قرش؟ وهذا اللي أبي أقوله لكم بشكل سريع. لكي تصبح قائد مؤثر أخفي الأنا، شيل الأنا وأبدلها بنحن، بنحن كفريق، لأن العمل الجماعي هو اللي يمشي وهو القوي جدا. ضع رؤية واضحة وقيم مبادئ، احرص على انتقاء الفريق، أخطأ ولا تلوم غيرك على أخطائك. احنا متعودين دائما نقول الوقت هذا سيارة لا أنا غلطان، أتعلم من هالخطأ ولا تعيدي مرة ثانية. مو مثل المرور لا تعودها مرة ثانية لا قطعت إشارة، لا لا تعيد الخطأ نفسه إذا تعلمت منه. أختم كلامي بوالت ديزني، عندها كلمة أنا دائما أكررها: It's kind of fun to do the impossible. وأنا أقول لكم بإذن الله وبطاقاتكم everything is possible. شكرا جزيلا، يعطيكم العافية.